تفضل السيد الوزير المحترم. شكرا السيده الرئيسه المحترمه، السيدات والساده النواب المحترمون، شكرا السيده النائبه على هذا السؤال الهام. المجال ديال الملاحه البحريه في بدايه هذا القرن عرف واحد التحول عميق تجلى في التحرير ديالو على الصعيد الدولي، شيء اللي ادى بروز واحد العدد محدود من الشركات البحريه الدوليه الكبرى اللي تتهيمن على هذا المجال على الصعيد العالمي. حنا في بلادنا تبنينا سياسه بحريه ارتكزت على تشييد موانئ تجاريه تكون فعاله باش نمكنوا ربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي بشكل فعال، وذلك ما هو عليه الحال بميناء طنجة المتوسطي الذي يربط 71 دولة و 184 ميناء بالمغرب، وتستمر المغرب في هذا التوجه هذا بتشييد موانئ كبرى أخرى مثل ميناء الناظور غرب المتوسطي وكذلك ميناء الداخلة الجديد. وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا دخل ضمن قائمة العشرون دولة الأحسن ارتباط بشبكة النقل البحري للحاويات حسب تصنيف للبنك الدولي. أما بالنسبة للعبور البحري للمغاربة المقيمين بالديار الأوروبية فإن بلدنا يتوفر على ثلاث شركات وطنية من القطاع الخاص، كما أن الوزارة تتعامل سنويا بتنسيق مع نظيرتها إسبانيا على وضع منهجية للترخيص لشركة النقل البحري المغربية والأوروبية خلال عملية مرحبا باش نضمنوا تنقل المسافرين في أحسن الظروف، السلامة والجودة. وشكراً.